الحديث أكثر تنضم إلينا الاختصاصية في التغير المناخي صفاء الجيوسي. أستاذة صفاء الجيوسي حياك الله في قناة المملكة. سيدتي، عندما نتحدث عن هذا التغير المناخي وربما النقيضين، يعني هناك حرائق وهناك أيضا فيضانات شهدتها دول عدة في كوكبنا، ما الذي يمكن أن نفهمه من هذا التغير المناخي؟ ما الذي يحدث لكوكبنا وما هو السيناريو الذي نحن مقبلون عليه من هذه الإشارات بما بين الحرائق والفيضانات؟ نعم، شكرا على الاستضافة أولا، وثانيا للأسف اليوم إحنا عم نشهد تبعات التغير المناخي اللي بنحكي عنها منذ سنوات وسنوات. فاليوم نتحدث عن ارتفاع درجة حرارة الأرض حوالي درجة ونص، حوالي درجة مئوية واحدة عما قبل الثورة الصناعية، بسبب حرقنا للوقود الأحفوري وبسبب أعمالنا اليومية اللي إحنا بنستعملها ونحرق فيها الوقود الأحفوري، وخصوصا طبعا المصانع والدول المصنعة الكبيرة. تبعات التغير المناخي تتمثل كما قلت بالتقرير وكما قلت بحدة الطقس، اللي هي سواء حدة الطقس أو برد شديد بالشتاء وفيضانات، وأيضا حدة الطقس بالصيف. وما يميز منطقتنا العربية ومنطقة البحر المتوسط اللي هو للأسف الصيف الشديد والحار، سوف كل سنة عن سنة رح تزيد حدة الصيف، وبسبب زيادة حدة الصيف رح تزيد الجفاف طبعا، رح تقل الموارد المائية بشكل كبير. وبسبب هذا الإشي حتى لو كانت الحرائق بلشت بفعل فاعل على سبيل المثال أو أي إشي، فلأنه الأرض جافة ولأنه الأشجار جافة للأسف راح تزيد الحرائق. نحن لا نتحدث فقط عن صيف حار وشديد، بل نتحدث كما شهدت الأردن على سبيل المثال أمطار وميضية سببت بفيضانات. طيب، عندما نتحدث عن هذه الكوارث وإثر التغير المناخي أستاذة الجيوسي، طب ما المطلوب من العالم الآن للتخفيف من حدة، بما أنه يعني تقولين والكل علماء ينظرون لربما بأنه السنوات القادمة لربما تكون أشد وطأة مما نشهده الآن، طب ما المطلوب عالميا؟ نحن الآن على أعتاب مؤتمر الأطراف أو ما يسمى بمؤتمر الأطراف 26. الدول يجب عليها أن تلتزم باتفاقية باريس. اتفاقية باريس تقول أن 80% من الوقود الأحفوري يجب أن يبقى بباطن الأرض، ولا يجب على الإنسان استخراجه والانتقال تدريجيا للطاقة المتجددة حتى نستطيع أن نسيطر على درجة حرارة الأرض على 1.5 درجة. الدول جميعها قدمت، وما فيهم الدول العربية، قدمت بما يسمى المساهمات المحددة محليا خلال مؤتمر الأطراف بباريس ب 2015 حتى نحد من درجة الحرارة 1.5. ولكن للأسف عندما تم احتساب جميع هاي المساهمات راح نوصل الأرض ل4-5 درجات زيادة عن ما قبل الثورة الصناعية. نحن الآن نتحدث عن درجة واحدة وهذه الكوارث، إذا بدنا نزيدها فقط لدرجة ونص في دول خلص يعني مش راح، زي دول الكريباتي والمالديف مش راح ترجع زي قبل، وراح يزيد منسوب البحر بشكل كبير. المطلوب الآن إرادة سياسية واضحة كما حدث مع كورونا، إرادة سياسية واضحة بالتوقف عن الاستثمار بالوقود الأحفوري والانتقال بالطاقة المتجددة. الإرادة السياسية والإرادة الاقتصادية هذا هو الحل الوحيد للتصدي للتغير المناخي. هل ترين أستاذ الجيوسي من خلال هذا المؤتمر وهذه الإيرادات التي تحدثت عنها عالميا وسياسيا بأن هذا الأمر مطروح فعلا؟ هل سيتم تنفيذ والوعي والتنبه، بما أنه بعض رؤساء للآن يفكرون بأن الحرائق مفتعلة؟ للأسف الشديد أنا دائما عندي أمل كبير لما أحكي عن التغير المناخي، واليوم مع إدارة الأمريكية الجديدة خصوصا أنه الفترة الماضية لم يتم تنفيذ وعود اتفاقية باريس بسبب حكومة ترامب وبسبب الكثير من الأمور السياسية منهم كورونا. الآن بايدن ودول كثيرة منهم الصين متجهة باتجاه الاعتماد على الطاقة المتجددة، توفير فرص عمل تابعة مستدامة تابعة للطاقة المتجددة. فأنا بشوف أنه بتمنى وبشوف أنه في أمل، لأنه الدول الكبيرة المصنعة خصوصا أمريكا والصين حطوا تعهدات كبيرة منها التمويل المناخي للدول الأفقر. نعم، إذن الأستاذة صفاء الجيوسي وهي اختصاصية في التغير المناخي، شكرا جزيلا لك.